نظم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اعتصاما أمام السفارة الأمريكية السبت في العاصمة عمان، وذلك تعبيرا عن رفضهم لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى المملكة الأردنية الهاشمية. ورفع المعتصمون شعارات عديدة أبرزها القدس عاصمة فلسطين الأبدية ولا أهلا ولا سهلا، مطالبين بإسقاط كافة الاتفاقيات بين الأردن والكيان الصهيوني. عربية 100%، عربية 100%، عربية 100%، حريان حريان، حريان حريان، حريان حريان، حريان حريان، عهد التميمية، عهد التميمية، عهد التميمية، عهد التميمية، يا عهد الله الله، يا عهد الله الله، ويأتي هذا الاعتصام استكمالا لسلسلة اعتصامات كانت قد بدأت أمام السفارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة بلاده إليها. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.